يعود غدا طلبة المدارس الخاصة إلى مقاعدهم الدراسية بعد عطلة صيفية استمرت نحو شهرين وسط تساؤلات حول استكمال المدارس الخاصة تجهيزات استقبال الطلبة الكتب الدراسية خصوصا وخطط استقبال الطلبة المستجدين، وذلك لتسريع دمجهم بين زملائهم ومع مناهجهم الجديدة. إذن للإضاءة على هذا الملف نرحب بالخبير التربوي الدكتور محمد أبو عمار. أهلا بك دكتور محمد. بداية نتحدث عن المدارس الخاصة واستعداداتها لعودة الطلبة. يوم غد يعود الطلبة إن شاء الله إلى المدارس وإلى مقاعدهم، هل أنهت المدارس الخاصة استعداداتها كاملة لاستقبال الطلبة وسط الشكاوى من ارتفاع بتكاليف الدراسة، شكاوى من قبل الأهالي بعدم تسلم الكتب، وهناك عدة شكاوى، وهنا هذا ما يدفعنا للتساؤل حول هل أنهت كامل الاستعدادات أم أنها غير مستعدة إلى الآن؟ بالبداية سعد صباحك وكل عام وأنتم بألف خير. ويعني الآن يمكن اليوم آخر يوم رح نمشي بالشوارع بدون ما تكون أزمة، لأنه بكرة إن شاء الله تعالى بتعود الأزمة المحببة وهي أزمة عودة الطلبة إلى مدارسهم والمعلمين والمعلمين. أزمة غير محببة على أي حال بالنسبة لنا محببة نعم. بالبداية تجهيز المدارس الخاصة أعتقد بيختلف شوي عن المدارس الحكومية، كونه المسؤول عن تجهيز المدارس هم أصحابها أو القائمين عليها. تجهيز المدارس الحقيقة لاستقبال العام الجديد بيكون في عدة جوانب. الجانب الأول التجهيز المادي، المباني أحيانا تحتاج إلى صيانة، تحتاج إلى تحديث أثاث، تحتاج إلى توسعة بعض المدارس، تجديد الملاعب. غالبا ما أن القائمين على المدارس يقومون بهذه الأعمال بشهر 6 وشهر 7، يعني بعد العطلة مباشرة حتى قبل بدء العام الدراسي بفترة جيدة. الموضوع الثاني استكمال الكوادر التعليمية والإدارية. الكثير من المدارس الخاصة يخرج منها بعض المعلمون أو يتم تعيين بعض المعلمين أو يتم استحداث قسم جديد أو صفوف جديدة، فهم بحاجة لكوادر. هذه الكوادر أيضا عادة بالمدارس الخاصة نبدأ المقابلات للتعيينات في شهر 4 وشهر 5، غالبا ما أنه مع بداية شهر 7 بكون معظم المدارس الخاصة قد أنهت هذا الموضوع. بالنسبة للجانب الثاني اللي هو موضوع الزي والكتب، الكتب المدرسية في المدارس الخاصة قسمين، القسم المسؤول عنه وزارة التربية والتعليم والقسم المسؤول عنه الشركات المزودة، وهي الكتب الإضافية كمنهاج اللغة الإنجليزية، المواد الإضافية التي تقدمها المدرسة حسب إذا كانت مدرسة وطنية أو مدرسة دولية، فهي جهات مختلفة ودور نشر مختلفة. غالبا هذا الجانب أيضا اللي هي مسؤولة عنه الكتب الجهات الخاصة أكيد وصل بنسبة 100%، خلينا نحكي غالبا يعني. بضل عندنا الكتب المسؤول عنها وزارة التربية والتعليم، بحكي أنا عن تجربتي الشخصية، لم نستلمها كاملة، في جزء منه استلمناه وفي جزء لم نستلمه لغاية الآن. عادة قديش مثلا بتحتاج وزارة التربية والتعليم من وقت لحتى أنها تزود المدارس الخاصة بكافة المناهج؟ هو بالعادة يفترض قبل يعني 1/8 قبل بدء الدوام المدرسي بتكون مزودة المدارس الخاصة، ولكن هذا العام لأنه في استحداث للعديد من المناهج صار في تطوير على نظام الثانوية العامة وصار في تطوير على معظم المناهج المدرسية، فأعتقد هذا هو كان سبب التأخير في بعض الكتب. هلا في استلمنا معظم الكتب ولكن ظل في نقص في كم من كتاب في جزئيات بسيطة، يعني أعتقد ما لحقوش مع إعادة التطوير ودور النشر صار في عليها تأخير من يعني أتوقع السنة أيضا. بالنسبة للزي المدرسي أعتقد برضو المدارس الخاصة جات، فأنا بالنسبة لي من خلال يعني كان في أنا اجتماع الأربعاء الماضي مع نخبة كبيرة من أصحاب المدارس الخاصة، أعتقد بأن المدارس الخاصة جاهزة لاستقبال طلبتها على أكمل وجه. نعم، هذا بما يتعلق بالمدارس، ولكن ما يتعلق بالطالب وبولي الأمر كيف يستعدون، يعني الاستعداد الأفضل لاستقبال عامهم الدراسي الجديد، وأيضا كيف تساعد المدارس وإدارات المدارس أولياء الأمور على يعني تحسين الصحة النفسية للأبناء للعودة من جديد إلى المدارس؟ نعم. الآن في عنا الطلبة نوعين أيضا من المدارس الخاصة، الطلب القدامى اللي يظل في نفس مدرسته رح يكمل فيها، هذا أمره 80% سهل، خليني أحكي لأنه بيئته الصفية موجودة ومعلمينه وإدارته غالبا هي نفسها، زملائه بالصف 80% موجودين. المشكلة عندنا بالطالب الجديد المستجد المنتقل من منطقة إلى منطقة أو مدرسة إلى مدرسة. بالبداية أول نصيحة كنا يعني لازم الأهل يدرسوها إنه اختيار مدرسة مناسبة لأبنائهم حسب قدرتهم المالية، مشان ما يحكي المدرسة غالية، حسب قدرتك اختار مدرستك. والبند البند الثاني بعد المدرسة عن المنزل، ما اختار مدرسة بعيدة جدا حتى ابني ما يغدي وقت طويل بالمواصلات. احنا عارفين كنا نحكي قبل شوي عن أزمة شوارع عمان وطول الوقت في عنا أزمة، فيعني أنا بعتقد أنه أحد أهم الشروط اختيار المدرسة أن تكون قريبة من المنزل، شيء ضروري جدا. الشغلة الثانية مدرسة توافق ما أريده لابني، فإذا اختار هذه النقاط بضل عنا الجانب الثاني اللي هو الجانب النفسي، كيف أدمج ابني مع هذه البيئة الجديدة التي انتقل إليها. يقع ليس على عاتق
حقيقي أولياء الأمور فقط وإنما على المدرسة طبعاً. أيضا هنا نتحدث عن يعني كيف تتعامل المدارس الخاصة مع قضايا الصحة النفسية تحديدا للطلبة الجدد. يعني دور كبير على دور قسم الإرشاد المدرسي في أي مدرسة خاصة أن يقوم بتهيئة الطلبة القدامى لاستقبال الطلبة الجدد. هذا الحكي بيصير المفروض بكرة وبعده، كيف إحنا نرحب بأصدقائنا الجدد، نحاول دمجهم من خلال أنشطة. إحنا غالبا أول أسبوع بيكون هو كله مواد ريكول مراجعات، وهي فرصة كبيرة للمعلمين. إحنا توجيهاتنا كإدارات كانت للمعلمين بأنه أول أسبوع لازم يعني تعملوا أنشطة تخلوا الطالب الجديد يندمج مع أقرانه ومع زملائه. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية لازم ينحكى بالمواضيع اللي بصير فيها مشاكل لاحقا، يعني قوانين المدرسة تكون واضحة للطلبة. موضوع التنمر ينحكى فيه من أول يوم، يعني إحنا مثلا عممنا إنه بكرة لازم من أول يوم ينحكى عن المتنمر وعن المتنمر عليه، اثنين ينوصفوا كيف لازم وصفوا كيف نعالج هذا الموضوع حتى تحسبوا لأي اللي هذا موضوع خطير. موضوع خطير وهو الحقيقة من أكبر المشاكل التي يعاني منها الطلبة الجدد. يعني طالب انتقل مدرسة لمدرسة، الطالب القدامى غالبا بتحزبوا ضده، فبكون هون ببلش موضوع التنمر. ممكن كمان ينعكس على أدائه وتحصيله الدراسي، بنعكس على أدائه وعلى انتمائه على شخصيته على أشياء كثيرة، على كرهه للمدرسة أو حبه لها، كثير أشياء. هلا أكيد ممكن ندمجهم أفكار كثيرة، الأهم شيء الأنشطة المشتركة، أن يندمج هذا الطالب الجديد مع أقرانه في أنشطة كثيرة. الأنشطة حقيقة بتخلي بتصير في أحاديث جانبية، بتصير في أنشطة في هدف مشترك، فالعلاقات بتقوى، فممكن ينخرط بسهولة مع أقرانه. أما إذا بدأنا من أول يوم في طريقة التعليم اعتيادية إنه صف فالطالب ما عنده وقت يتعرف على زملائه، فهذا الانخراط حيأخذ وقت كثير طويل. فمشان هيك إحنا توجيهاتنا كانت لزملائنا في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية إنه أول أسبوع كثروا من الأنشطة الرياضية والتعليمية وغيره، وحاولوا تركزوا على هذا الطالب الجديد أن ينخرط. يعني أنا ما أخليه قاعد لحاله، أخذه وخليه مع مجموعة وأخليه يكون فعال بهذه المجموعة. بتوقع يومين ثلاثة الأطفال بسرعة بتعودوا بتعرفوا على بعض، مش حيكون موضوع كثير عائق بالنسبة لهم. نعم إن شاء الله. صحيح. أيضا كيف للمدارس وإدارات المدارس الخاصة أن تضمن بيئة تعليمية شاملة للجميع بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة؟ يعني الآن صار في تعليمات الفصل الماضي أتوقع من وزارة التربية والتعليم على أنه يجب أن تكون جميع المدارس هي مدارس دامجة، وأنا كنت مع هذا القرار على فكرة من قبل يمكن 20 سنة، كتبنا بهذا الموضوع أكثر مرة، لأنه من حق أي طفل عنده إعاقة أو عنده حاجة خاصة أن يذهب المدرسة التي يريد. كيف تجهز المدارس؟ بعض المدارس مهيئة وبعض المدارس غير مهيئة. إحنا بنعرف في مدارس فيها ممرات خاصة لذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، فيها مصعد مثلا، بعض المدارس غير مهيئة. فإذا التهيئة المادية هي أحيانا تكون عائق كبير أمام هؤلاء الأطفال للالتحاق بهذه المدارس، اللي أنا يعني بتمنى أنه بالقريب العاجل أن تكون كل المدارس حكومية أو خاصة مهيئة لاستقبال هؤلاء الطلبة. النقطة الثانية يجب تهيئة البيئة الصفية لاستقبال هذا الطالب قبل دخوله إذا كان طالب جديد. الإدارات والمعلمين لازم أفهمه بأنه جينا طالب حالته 1-2-3، خاصة المعلمين وخاصة إذا كان طفلا في مرحلة التعليم الأساسي. صحيح. أفهم علمته بحالته تماما ومعلماته يكون فاهمين إيشه. النقطة الثانية قبل، يعني أنا كنت أحكي للطالب هؤلاء ما يداوموا أول يوم، في أول يوم كنا نهيئ دائما الصف لاستقبال هذا الطالب، انه رح يجيكم ضيف كثير حلو عنده كذا واحنا لازم نحبه، لازم ندخل بتحبب على الطلبه. فلما يجي هذا الطفل يدخل ثاني يوم بيكون اول شيء هم عم بترقبوا قدومه، والنقطه الثانيه حابينه، مش انه مش حابينه، مش كائن غريب بدي اتعرف عليه. يعني ما اترك هذا الطفل موجود ونخلي علامات استفهام كثيره حواليه والفضول عند اقرانه كثير يكون بيزعجه اول شيء. صحيح. وبيعيق العمليه التعليميه. احنا لما نقدمه بطريقه لائقه ونخلي الطلبه يتشوقوا لقدومه ونهيئ البيئه الصفيه، انا بحكي دائما لا استقباله، بكون استقباله شيء ناجح جدا جدا. نعم. نتحدث عن نقطه مهمه، يعني دائما بنواجه مشاكل بين اولياء الامور والمعلمين. يعني بيجي الطالب او الابن بيحكي لأبوه الاستاذ صرخ فيه وبهدلني وحكى معي باسلوب مش منيح، فكيف اليوم ممكن انه نعزز العلاقه ما بين ولي الامر وما بين المعلم؟ نعم. لحتى ندعم بالمحصل الطالب. احنا اول شيء لازم نأهل المعلمين، يعني التعامل مع الطلبة الحقيقة إنه بتعرف أساليب، ويعني إذا أهل المعلم بطريقة جيدة فبتوقع اللي تفضلت فيه ما رح يصير، لأنه بكون المعلم قادر على استيعاب الأطفال خاصة الأطفال. النقطة الثانية أولياء الأمور طولوا بالكم شوي، أحيانا الطفل بكونش دقيق في كلامه. صحيح. الأطفال ينقلون مشاعرهم وليس ما يحدث في الحقيقة، وهذا أنا كمدير بحكي. نعم. كثير بتعرض له، بروي الأب رواية بيطلع على أرض الواقع الوضع مختلف تماما. فخلينا نتحقق من المعلومة ونطول بالنا شوي على المعلمين، وزملائنا المعلمين نطول بالنا على الطلبة. الطلبة فروق فردية، في منهم طلبة بيحبوا دائما يكون مميز، في منهم عندهم حب الظهور كثير كبير، وفي عندهم طلبة انطوائيين، وفي طلبة بيحكوا يعني تعرف أنماط مختلفة شخصيات الطلبة.
المعلم لازم يقرأ أنماط السلوكيات وكيفية معالجة كل نمط. إذا قرأ عن كل واحد فيهم شوي والآن المعرفة متاحة، راح يكون التعامل معهم كثير سهل. أولياء الأمور بدنا نعرف أن أنتم هدفكم وهدف المعلمين هو هدف واحد، هو تقويم هذا الطالب وتطوير إمكانياته. فالمعلم مستحيل يعمل شيء مستحيل أنه يضر هذا الطالب أو أثر على نفسيته، لأنه هدفنا مشترك. فبدنا يعني نحاول نفهم أنه هذا المعلم هو عبارة عن مكمل لما نقوم به في المنزل. نحن والمعلم، المدرسة والبيت هو متكاملان. هدفنا أنه هذا الطالب أو الطفل يطلع أحسن شخص بالعالم، إحنا هدفنا مشترك، وبالتالي مش هنعمل شيء يضره لا سمح الله. طب كيف المعلم ممكن أنه يواجه التحديات السلوكية لبعض الطلبة في المدارس الخاصة؟ يعني أنا مثلا دلال زائد، دلال مفرط، الطفل بيكون وحيد بالبيت أو وحيد، يعني قصص دلال تعرف إحنا مدللين أولادنا كثير، بيجي على المدرسة بده كل شيء يكون متوفر. طب المدرسة فيه بالشعبة مثلا 30 أو 20 أو 25 أو 50 بعض المدارس الحكومية، فهذا الدلال مش هيكون موجود، فمن هون بصير عنده الاستفزاز والعصبية وردة فعل مش متوقعة أحيانا. وأحيانا بصير يعني عنده بدخل مرحلة احنا بنسميها مش الكذب، التهيؤات والتخيلات، لأنه لا شيء مش موجود. هلا المعلم بده يحاول يستوعب هاي الأنماط السلوكية المختلفة. الطالب المدلل في طلاب شرسين بتعود يضرب، في طلاب متنمرين بكون عايش في أسرة متنمرة، في عندنا أسرة متنمرة احنا بيعلقوا كثير على النازك. هلا هاي الأنماط حقيقة دور المعلم الشاطر انه يسهرهم ضمن زي ما انا حكيت بداية كلامي نظام المدرسة، يتفهموا انه بنظام المدرسة ممنوع كذا وكذا وكذا ومسموح كذا وكذا، وكلكم سواسية، كل واحد راح ياخذ فرصته. النقطة المهمة جدا مشان كل طالب ياخذ دوره عنده خاصة حب البروز، المعلم يقرأ شوي عن شيء اسمه نظرية الذكاءات المتعددة. كل طفل عنده جانب معين مضيء في شخصيته، قد يكون متفوق أكاديميا أو رياضيا أو بالشعر أو بالكلام فنياً. إذا قدرت أنا أعطيه فرصة بالجانب اللي هو مميز فيه راح يبطل في عنا أي مشكلة، لأنه كل طالب يصير حاس حاله حقق ذاته وهو مبسوط لأنه مبدع في هذا الجانب. أنا مش شرط أكون الأول على الصف بالرياضيات، بس أنا الأول بالفن أو أنا كابتن كرة القدم، فبالتالي كل شخصية حققت ما تريد. المعلم بوصل لهي الفكرة الشمولية بكون معلم مبدع ومش هيعاني مع طلابه إطلاقا. أما إذا ضلينا نركز بس على الجانب الأكاديمي وعلى الجانب إنه أنا بدي كل الطالب يجيبوا 99 وأتركهم هو مش هيجيبوا 99، فالطالب اللي مستواه بالسبعين حيضل طول الوقت منزعج ومزعج بنفس الوقت، حيضل منزعج مش مرتاح وحيضل يزعج المعلم لأنه ما حقق ذاته. فإحنا ندور وين في عنده جانب مضيء نساعده فيه، وأيضا إذا في عنده ضعف في مادة معينة نساعده فيها. أتوقع المدارس عاملة برامج تقوية في أول أسبوعين، أي طالب عنده ضعف في مادة خاصة رياضيات واللغة الإنجليزية نقوهم وندعمهم فيها مشان ما يعانوا بالمستقبل. نعم، أخيرا نصائح وإرشادات للأهالي وأولياء الأمور كونه بكرة يوم أول يوم لعودة أبنائهم إلى المدارس. يعني بدأت أنصح زملاء المعلمين والمعلمات بكرة أزمة شديدة فيطلعوا بدري مشان المدراء ما يزعلوا وصلوا على الموعد ما تأخروا على المواعيد. نفس الشيء لأولياء الأمور بكرة حاولوا تكونوا أون تايم مشان الطالب يشوف الطابور الصباحي ينبسط. أكيد أنتوا انتهيتوا من شراء يعني لما نحكي على المدرسة بإيجابية، يعني أرجوكم أولياء الأمور اشتري لابنك الشنطة اللي بيحبها، الدفاتر اللي بيحبهم، القلم اللي بيحبه، خليه مقبل على المدرسة بحب. ما نتحدث بسلبية عن الدراسة والمدرسة إطلاقا، نشوقهم لهذا الدوام، ما نحكي على الأزمة، نحكي عن متعة الطريق، ما نحكيش عن المعلم الشرير، نحكي عن المعلم الكويس، نحكي عن الألعاب، عن البطولات، عن المسابقات، يكون حديثنا إيجابي، الجانب الإيجابي، وإن شاء الله تعالى اليوم بكرة بكون إيجابي جدا بإذن الله تعالى، بكون يوم مميز في حياة كل المعلمين والأهالي والطلبة بإذن شكراً الله. شكرا لك على هاي الطاقة الحلوة، الطاقة الإيجابية اللي مديتنا فيها واللي بتحكي فيها والمحفزة فعلا، شكرا جزيلا الخبير التربوي الدكتور محمد أبو عمار كنت معنا، شكرا جزيلا لك.